السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن المزايا في أداة دي روتس 1 اللي هو البارا مانجر، بتلاقي هنا البارامترز الموجودة في المشروع. تقدر تضيف انت بارامتر، تدي له الاسم اللي انت عايزه، وبعد ما تدي له الاسم اللي انت عايزه هتخليه مثلا شيرت بارامتر، الزبلم بتاعه، نوع تكست، وهيكون مثلا ريستنس او تايب. دي من الحاجات الجميلة ان انت تقدر تعدل براحتك. ممكن بعد كده تصدرهم كلهم كشيرت برامتر او تعمل امبورت للشيرت برامتر. في موضوع ان انا انقل، انا مثلا عندي فاميلي اسمها ويندوز فيها برامتر، مثلا البرامتر ده انا شايف ان هو عايز انقله لحاجة تانية، تمام؟ فممكن تقول له انا عايز انقله للدور. وعلى فكرة دي بستخدمها كتير جدا، ساعات مثلا بيبقى عندي برامتر كويسة موجودة في باب وانا عايز انقلها لبقية الابواب الموجودة في المشروع، فكنا بندخل باب باب ونبدا نحط البارامتر والحاجات دي كلها. فالفكره دي سهلت علينا كتير قوي الاداه دي، فعلا البارامتر مانجر دي سهلت علينا كتير جدا في موضوع ان احنا نتحكم في البارامتر. وهنا الفاميليز نقدر نشوف البارامتر ونقدر ان احنا نعمل له امبورت واكسبورت. وشيرد اديتور ممكن برضو تعمل لود للملف، ممكن تضيف بارامتر وهكذا. فالأداة دي مفيدة جدا في ان انا بتحكم في البرامتر، ان انا اقدر اضيف، ان انا اقدر احذف. ممكن يكون عندي فاميلي كتيرة، مثلا 100 فاميلي، فمرة واحدة اروح اضيف لهم برامتر معين او الغي برامتر معين. ممكن يكون في اتنين برامتر بنفس الاسم بس فيهم اختلاف، فانا بلغي واحد فيهم عشان لما اجي اعمل سكادول يبقى الموضوع اسهل معايا.